السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير. ارحب بالمشتركين الجدد والقديمين، اهلا وسهلا بكم ببيتكم. اليوم طبعا وعدتكم بان حنقل الدارسينية اللي كانت بالسندانة الصغيرة ويا هاي السندانة. طبعا هي هاي الام اللي أنا زرعتها بالسندانة الصغيرة، وهاي مثل ما نقول عليها اللي هي البتاية، اللي لأن الأم هي ماتت وقصيت من عندها منفوق قصيت من عندها الزين مالتها، والجذور طبعا أنا ما ذبيتها السندانة، ظليت أحاول وياها أسقيها وانطيها سماد، والحمد لله جذرت عندي نبعت من الجذور وحده صغيره. طبعا هي هاي كانت طويله، طبعا صعده لسه قف كانت، وقصقصت من عندها، وهاي العوده هسه هي هاي ميته مالتها، بس عندي جذورها ما بيها شيء، مثل ما تشوفون نبعت عندي غصن جديد. وعندي اللبه مالتها انا قصيتها، هي هاي الامايه نقول خلينا نقول عليها، قصيتها وزرعتها مباشره كانت بتربه البتموس، والحمد لله جذرت وكبرت وقامت تطلع لي، وهسه مثل ما هاي تشوفون هسه مطلعه وحده هم صغيره، طبعا تقريبا يمكن 4 اوراق هي طلعت لي. اي وحولتها جبتها بنفس السندانه مالتها ويا البتايه، وانا دا اصور والله من دا حولتها دا اراويكم شلون احولها، بس صار ظرف وانا كنت بوقتها مطلعتها من السندانه ما قدرت بعد اجل التصوير زراعتها، وهاي صار اسبوع انا من حولتها والحمد لله مستقره ما بيها اي شيء. ان شاء الله تكبر، واذا شفتها تحتاج يعني افصلهم وحده عن الثانيه افصلهم اراويكم شلون حفصلهم. وهسه الحمد لله، فانتوا اي سندانه عندكم تموت لا راسا تحاولون تذبوها وتتخلصون من عندها، حاولوا تعتنون بيها وتسقون والجذور مالتها جائز تروح ترجع تحتيه من جدة وجديد. فإذا أنتم مثلا عندكم اللبلاب إذا شفتوا ذبلان وهاي رأسا مباشرة أطلعه من التربة وأحطه بالمي، أغسل جذوره والتلفان أذبه وأرجع أخليه يجذر بالمي، وأرجع بعدين من تشوفه مستقر وهاي أرجع أزرعه. اللي طبعا اللي يعني يعيش بس بالمي تحاولون هاي تسوها، اما مثلا عندي هاي الدارسينية يعني هي كانت جذور كبيرة وهاي ما قدرت يعني اطلعها واحطها بماي وهاي لا، فحاولت انكش تربتها دائما انكش تربتها، وخاف قلت يعني من جذورها تلفانة حتى او معفنة او اي بها مرض، احاول اعتني بها وقمت اسقيها والحمد لله مثل ما تشوفون طلعت عندي. فهي الدارسينية كل السهلة يعني زراعتها والاعتناء بها، ما تحتاج اي عناية، هي سقيها قليل تحتاجه، ما تحب يعني سقي هواية لان الجذور مالتها مثل ما قلت لكم تتلف تعفن عندكم. وهاي كل عن الهاي، والتسميد مالتها طبعا انا بالشهر مرة اسمدها سماد MBK المتعادل وسماد الحديد، كل واحد بالشهر مرة انطي. طبعا هسه الجو حار مثل ما تشوفون انتو، يتعدل الجو يلا ارجع اسمد بالهاي الاسمدة الكيميائية، بس هسه كلها اسمدة طبيعية. ان شاء الله استفاديتي من هذا الفيديو، ومع السلامة.